Raw, I'ma give it to you. احنا بفعالية السباق الوطني للمشي، واليوم معانا تقريبا حوالي 3500 سيدة مشاركة بالسباق. هدفنا الاساسي ان نوصل 100 مليون خطوة، وراح يكون من الجزيرة الخضراء لغاية شاطئ شويخ. عندنا العديد من المسابقات والأنشطة وسحب على 125 ألف دينار كويتي، بجانب سحب على 3 سيارات مقدمة من مجموعة البابطين. استمتعنا جدا في شركة لوكال فليفر بتنظيم هذه الفعالية لبنك الكويت الوطني. كانت الأجواء صعبة جدا، مطر وهواء، وما كنا متأكدين أن الفعالية راح تتم، لكن يعني كان بتعاون الجميع وإصرار الجميع، سواء فريق لوكال فليفر أو فريق بنك الكويت الوطني، الحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل هذه الفعالية إلى بر الأمان. اليوم الهدف مو أن الواحد بس يشارك ويأخذ ميدالية ويفوز بالسباق، الهدف أن نشجع الناس على الرياضة وعلى المشي. لذلك في جوائز مو بس حق الناس اللي تفوز، حق الناس اللي تشارك بهذا السباق. شكرا بنك الكويت الوطني على إعطائنا هذه الفرصة للتعاون على هالفعالية الجميلة، وشكرا على اهتمامكم بكل شرائح المجتمع، سواء كانوا رجال، نساء، أطفال أو ذوي احتياجات خاصة. الفعالية حلوة، هذه ثاني سنة نشارك فيها، زين، وتغيير روتين والجو والله حلو، والله يوفق الجميع إن شاء الله. هاي أول مرة بشارك ماراثون للمشي، بسطت كتير، وأنا بمشي عادة بس إلي فترة مش ماشي قبل، بس بسطنا بالطريق وكانت حلوة. الماراثون جيد، الماراثون ممتاز حق الناس اللي يعني حق صحتهم. صح، شيء ممتع جدا، أنا عجبني قوي، حاجة جديدة جربتها، كنتش متوقع ان انا اقدر اوصل للنهايه خالص.